السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا يا بنات. وصفة النهاردة لتبييض الايدين وتضييع السواد اللي بيبقى موجود في الايد نتيجة حرارة أشعة الشمس واسمرارها، بيبقى ناتج عن تغيرات العوامل الجوية. جايبه لك وصفة جميلة جدا يا بنات، هتعجبكم قوي. من مكونين اتنين موجودين عندك في البيت وغير مكلفة تماما. وصفتي النهاردة سهلة جدا، بس قبل ما اقول وصفتي متنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وصفتي النهاردة عبارة عن معلقة من الملح ومعلقة من كربونات الصوديوم، وهنستخدم برضو معانا نص ليمونة. يلا نقول هنعمل ايه. ودي القناة الجديدة يا بنات اللي عايزاكم تشتركوا فيها عشان اعمل لكم عليها كل الوصفات اللي انتوا تطلبوها، وارد على طلباتكم واعمل لكم الوصفات ان شاء الله باذن الله على قناة وصفات طبيعية مع جيجي. استنوني في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف، اتمنى ان انتوا تروحوا وتشتركوا في القناة. ويلا بينا نعمل وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهارده بقى يا بنات زي ما قلت لكم، معلقه من الملح ومعلقه من بيكربونات الصوديوم ونص ليمونه. هنعمل ايه بقى؟ هناخد النص ليمونه كده هنعصرها. شايفين التفاعل اللي بيحصل مع الملح والليمون بالشكل ده؟ هنقلبها كده بالشكل ده، وهتجيبي بقيه الليمونه بالشكل ده وهتقوريها في الوصفة اللي احنا عملناها دي كده، وهتدعكي بيها ايديكي بالشكل ده، تدعكي كده كويس جدا، تغمريها تاني تدعكي كده. وصفة جميلة قوي يا بنات، هتبيض ايديكي وهتخليها جميلة جدا جدا بالشكل ده. كل ما تخلص تغمريها وبالشكل ده تدعكي كده ما بين صوابعك، شوفي ايديكي هيبقى فيه تحسن رهيب ونعومة جميلة جدا وبياض جميل جدا يا بنات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تضحكي جامد اهو كده، كل ما الليمونة تنشف معاكي خدي كده وادعكي بالمنظر ده كده، شايفين؟ يعني انا حاسة انها بيضت من غير حتى ما اغسلها. بتدي بياض جميل قوي قوي يا بنات، وبتدي نتيجة رائعة جدا جدا، شايفين؟ عايزة اقول لكم برضو ان البيكربونات الصوديوم والليمون بيعمل على تبييض وتقشير الايدين، بس يا بنات محدش يستخدمها في البشرة، لان طبعا الليمون حامض مركز جدا والملح كمان بالاخص مركز جدا. بلاش نستخدمه للبشرة، للايد بس واي منطقة تانية في الجسم، بس مهمة ما تكونش حساسة. شايفين جميلة ازاي وبيضة؟ وصفة جميلة جدا جدا يا بنات وسهلة. يلا هعملكوا وصفة تانية عشان اللي عنده حساسية من الملح، هنعمل وصفة تانية وسهلة جدا وجميلة قوي. وغسلت ايدي ورجعت لكم تاني، ايه رأيكم بقى يا بنات؟ شوفوا ايديا بيضت بقت جميلة ازاي؟ ان شاء الله ايديكم تبقى جميله كده برضو وبيضه. لو مشيتوا على الطريقه ديت وعملتوها هتحسوا بنتائج جميله جدا. هقول لكم بقى على الوصفه الثانيه عشان اللي عندها حساسيه من الملح وكده، وصفه جميله جدا وسهله برضو. هنجيب بقى ايه معانا الطبق بتاعنا ده، وهنجيب بيكربونات صوديوم، بيكربونات يعني بيكنج باودر، سوري. هنجيب بيكنج باودر. ايه الطريقه الثانيه بقى يا بنات؟ ايه هنجيب بيكنج، وايه الطريقه الثانيه؟
والطريقة التانية يا بنات معانا ايه؟ بيكنج باودر. بيكنج باودر اللي هو بتاع الحلويات اللي انت بتعملي فيه الكيكة والبسبوسة، بيكنج باودر. شايفين هنعمل ايه بقى؟ انا كنت فاتحاه اهوت عشان ايه تسهل علينا. هتحطي البيكنج باودر كده في طبق، وهي هتعملي ايه؟ هتجيبي الليمونة بتاعتك كده وهتغمري فيها البيكنج باودر كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، تخليها تشرب كده، وهتيجي على ايديكي وتحاولي كده بالشكل ده تشبعيها كده، وبرده تجيبي تاني وتحطي كده. اللي عنده حساسية يا بنات من البيك الملح ومن بيكربونات الصوديوم ممكن يستخدم البيكنج باودر ده، جميل جدا جدا يا بنات. زي ما انتم شايفين كده نحطه قدامكم برده عشان ايه تبقوا عارفين اللي احنا استخدمنا ايه، عشان يبقى باين قدامكم اهو بالشكل ده. هتضحكي كويس قوي كده العقل والايد، وتدعكيها كويس قوي. ممكن تدعكي بيه على فكرة الركب، وممكن تدعكي بيه الكعان والعقل بتاعت الصوابع والمفاصل. الكعان برضو بتبقى ساعات مسمرة من مطرح ما بتتك كده على الترابيزة او كده، هتجيب نتيجة معاكي حلوة قوي 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 على فكرة. بستعملها على طول، جميلة جدا جدا يا بنات. الوصفة دي حلوة، هتبيض الايد في وقت قياسي من اول مرة زي ما انتم شايفين كده اهو. هتدعكي تضحكي كده، وانا هغسل ايدي دلوقتي وهوريكم ايديا ابيضت ازاي من اول مرة. يعني هي حتى من قبل ما اغسلها شايفين باينة خالص اهي. ماشي، هغسل ايديا وهجيلكوا تاني وهوريكم ايديا بشكلها ايه. شايفين يا بنات بعد ما غسلت ايدي، شايفين ايدي بقت بيضة ازاي؟ شوفوا دي من دي، عشان دي طبعا انا ما عملتهاش. شايفين دي من دي، بتجيب نتيجة جميلة جدا والله يا بنات. شايفين انا بس بقى عايزاكم تشوفوا كويس ان هي والله بتجيب نتيجة حلوة، وانا بستخدمها نتيجتها رائعة جدا جدا يا بنات. اتمنى ان انتم ان شاء الله تحملوها، وعايزة اعرف رأيكم حبايبي الحلوين. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، واتمنى ان شاء الله ان انتم تعملوها باذن الله، تقولوا لي رايكم فيها. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. وبرده مش عايزاكم تنسوا قناتي الجديده، قناتي وصفات طبيعيه مع جيجي، ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله اعمل لكم طلباتكم كلها ووصفات جديده باذن الله على قناتي وصفات طبيعيه مع جيجي، واشوفكم الوصفه الجايه مع فيديو جديد مع جيجي كل حياتي.